أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. حسابك متبرع مني، خلاص اتركي كل إشي زي ما كان. وبعدين ما تحكي أي إشي له علاقة بشغلنا على التليفون. يا عيني عليك على هيك مشهد، يا عيني عليك. هذا الممثل من أول ما طلع على التمثيل أنا قلت للناس هذا الزلمة مظلوم، عنده موهبة كبيرة، لازم يعطوه أدوار أحسن من هيك. إيه والله. أوف، مين عم يتصل كمان؟ ألو، أهلين، الحمد لله. أهلين 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 يا ابني، أهلين يا أحمد. تمام، أنت كيف كيف أبوك؟ شو؟ إيه مات اليوم؟ اليوم؟ شو اليوم؟ إيش بدي أصير اليوم حجي؟ لا ولو ولو ميت السلامة، ميت السلامة. أهلا وسهلا، عم استناك. يلا يلا ماشي، اليوم ما تأخر. أهلين 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 أهلين، مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. ولك مين هذا اللي عم بتقول له تاع اليوم؟ يعني مين رح يكون مثلا؟ مين رح يكون؟ عريس جاي لعند بنتك، كل يوم بتصل علي من رقم غريب وبقول لي شو عمي؟ اجي لما اجي، اجي لما اجي. انا صرت اخجل منه، ما بقت عارف شو بدي اقول له. بعدين بنتك هي خلصت دراستها، ما بقى عندنا شي طول، لامتى بدنا نتحجج؟ بعدين هذا العريس مو حي الله عريس، مو حي الله شاب، مهندس واخلاق عاليه، يعني ايش بدي اكثر من هيك؟ ايوه يا ميت اهلا وسهلا حجي، خليه يجي خليه يجي. ايه وبنتك السطه اللي باركه جوا، قولك هذا العريس رقم 20، يخرب بيته من حاله، ما عم بتعرف شلون بدها تطفش العرسان، مفكرت لي حالها مايا دياب. امي ومعبداء انت، ما بدي اقوم اعصب عليها. بتدخلين عندها على غرفه وبتفهميها اليوم جاي عريس يطلب ايدها وجوز نقرها تحتها، قومي فهميها يلا. لا 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 لا، انت لا تاكل هم حجي طاول عندي، انا قايمه هلا ادخل لعندي اطبخ لك اياها طبخه غير شكل، طول بالك انت لا تاكل هم طاول. بسرعه الله يرضى عليكي، بس شوي شوي عليها ها، شوي شوي، لانه مخها مثل الحيط. وانتو حبايب لهلا اللي عم شوف الفيديو وماله حاطط لايك، تحت في اشاره هيك اسلخ لنا اياها الله يعطيك العافيه، وكمان من هون في اشاره الاشتراك الاحمر كمانك، بس من عليها سيد راسي الله يطول لنا في عمرك حبايب. كل شي حدا بحبنا لهلا وما مشترك بالقناه، اشتركوا بالقناه وصلنا ل 200,000 باسرع وقت لحتى ننزل لكم فيديوهات اكثر، فيديوهات احلى. لو انت ما تشوف هالمايا دياب عم تطفش عرسان يخرب بيته. برضه كانت ريحة العطر حلوة، ليش هيك متشركي؟ يو انت هون تقبريني، صار لي ساعة عم بدور عليكي، ايش عم تعملي لك روحي؟ روحي وايش عم تعملي؟ معناتها اكيد في شيء، اكيد في شيء خير ان شاء الله امي، خير خير ان شاء الله تقبريني خير، ليش انا بجيب لك غير الخير حبيبتي؟ ايوه اول مرة روحي وتاني مرة هلا حبيبتي عم بتثبتوا علي، معناتها اكيد اكيد في شي مصيبة بتتحشي براسي، امي قولي لي من الاخير ايش في؟ رح اقول لك رح اقول لك، ليش انت هيك بصوتك محروقة؟ في عريس جاي، عن جد؟ اقسم بالله فرحتيني، كثير جاي على بالي احضر لي شي عرس هيك وارقص وافقش، لانه جواتي في طاقة كثير بدي اطلع على برا على رقص وفقش، بس ما قلتي لي امي لعند مين جاي العريس؟ نعم ايه لا تقبريني لا، فتحي لي مخك احسن من هيك، فتحي مخك تصيري غبية طاوين، يعني يا روحي نحن بالبيت كلياته مين في غيرك بنت؟ بالبيت كلياته في قمر غيرك بالبيت؟ يا روحي لما العريس بده يجي يدق علينا الباب، معناتها جاي كرمال مين؟ جاي كرمالك تقبريني؟ نعم نعم جاي كرمالي؟ ليش امي؟ انا قلت لك شي عم بدور على العريس؟ انا قلت شي يا جماعه دبروا لي عريس، انا ما بدي اتجوز، انا هيك عجبني وضعي، انا هيك عجبني وضعي يا اختي، شو الشغله بالغصب يعني ما بدي اتجوز؟ لا يا وين ما تفكر تتجوزي بالله، لوقت ما تكبري وتعنسي ما يقعد يجيك عرسان طاير عندي هون بالبيت. قولي يا امي قولي يا قولي يا بركتي، عندك بالبيت صارت تقيله كثير، صرت تستعي مني كثير، مو امي بسيطه، اي حدا بدق الباب بتقول له يلا شي في عندك الدقج، ليش انا مبارك بتجوز مين ما كان؟ ما حدا قال هيك، ما حدا قال هيك. بعدين العريس اللي جاي مو حي الله عريس، مهندس على سن ورمح، فهماني مهندس. بعدين انت ما بدك تتجوزي يعني واشوف ولادك قدامي قبل ما اموت؟ الله يخرب بيت هالاسطوانه اللي ما كنا نخلص منها، بعيد الشر عنك امي، بعيد الشر بعد عمر طويل ان شاء الله. بعدين اذا بدك تشوفي احفاد ليك عباده اكبر مني جوزيه شوفي منه احفاد، انا هلا ماني متجهزه، انا هلا ماني مستعده، لا تخافي بس استعد رايحه اتجوز، اجي لعندك على البيت اعبي لك اياه كلياته اولاد وعجيان. لا يا
إذا عم بتقولي ما بدي أتجوز شلون بدي أشوف ولادك أنا؟ منين بدك تجيبيهم؟ من على الواتساب بدك تحمليهم؟ لا! بدي أجيب لك ياهم من موقع على الفيس عاملين عرض خذ اثنين والثالث مجاناً. ضحكت عندي على باب مسلخ إن شاء الله. طيب إيش رأيك بدك تطلعي وتبركي معه كمان؟ فهمانة ولا لا؟ كرمال هالضربة ما اضطرت بدي اقطع وما راح ابرك معه وشوفي مين بدك تبركي معه وجوزي اياه كمان. ايه ردي جوابات ردي جوابات كمان ما انت هذا اللي فارحة بي بس. طيب ايش رايك اليوم بده يجي ولو انا فاتحته عليك كمان ايش رايك طولي بالك بقى. لا يا عم بتهدديني يعني ايه ايش عليه؟ انا قلتها وبرجع بقولها ما بدي اتجوز يعني ما بدي اتجوز. شوفي مين بدك تبركي معه تقرأي له الفاتحة عليه امي. ايش بدي اعمل انا ايش بدي اعمل ايش بدي اعمل لحتى ما اخليه بسيطة. مالي غير اتصل بجدي اروح اتصل بجدي خليه يجي لهون يوقف بجنبي بكي بكي بحسب بمنعون. لك ايه بتصدقي؟ قال اللي بدهم يتجوزوني اياه. رحت هيك مسكت هيك دقيت لجدي قلت له تعال هون مباشره. اجى لهون وحكي له قصه كلياتها قال لي خلص لا تاكلي هم انا راح اوقف جنبك وما راح اخليهم يتجوزوك يا طاول. يخرب بيته من حاله اوف ايش هالصوات هاي. لحظه بحكي معك يلا بحكي معك سلام. ايش هالصوات هاي ايوه على اساس ما حدا بده يجي جدي. طيب ايش رايكم ما راح اقطع ما راح افرجي حالي طولوا بالكم. يو ليش ما حدا قالك عن مفاجاه جديده تقبريني؟ يلا انا رايح اقلدك. نحن ما بقى بدنا نعذبك طاول ما بقى بدنا اياك تطلعي برا لعنده بدنا نشيله العريس كلياته وندخله لعندك لجوا مشان ما تعذبي حالك طاول. فاروح الله يرضى عليك هلا بصير لك شي شغله حلوه لانه قرب يصير. لحظه يا جماعه شكله وصل العريس تخيل جوا روح تخيل جوا على غرفتك يخرب بيتك بصير لك شغله بركي بيعجبه منظرك. يلا وانا غير افتح له الباب بسرعه. يا الله اذا بتجبروني اقطع ابرك معه رح اطفشه ها رح اطفشه انا ارتبكم. يا لطيف ولك ابني ايش عامل بحالك انت؟ دخل يو شو بقى ابو بدر تعب كل هاد؟ ولك هذا العريس ولا الزبال فهمونا؟ هذا العريس اللي فرقتونا فيه؟ يلا هي بقرة وهاد نصيبة. لا والله الا اذا الله يشفي الا اذا الله. كدي هذا العريس اللي بخشتي راسنا فيه يخرب بيتك من حالك على هالمنظر. ولك ابني انت مهندس ايش؟ مهندس اوتوماتيك ريقو مهندس ميكانيك لا الظاهر العيلة كلياتكم عيلة كوميدية بسم الله ما شاء الله كيف حولكم. بس حجي العروس وين هلا ما شفناها؟ ولك انت لسه ما لبستي الزلمة صار برا. بس يعني يا ليك على هالعريس اللي جاي لك. لك انا طول انا اناقة إنا حواجب براقة. لك إذا قام تبين إذا أبارك بزيه شي عالم كتير نيالك على هالشاب اللي جالك نيالك. قولوا مصحف يخرب بيتك أنت شكلك بدك تغير لي رأيي. يعني حلو كتير. طيب إيش لقلك بعد خلال تناوق من زي الباب أشوفه بعد. لك بركب أرضك ما تتناوقي أصلا من هون ما تبين طاول هو بيرك على الطرف الثاني. يعني إذا تناوقتي على الفاضي ما رح تشوفي. ظبطي حالك شكرتي امورك ولحقيني بسرعه يلا. طع انت عند ايتين بس وريحي حالتك ظبط شعري هيك اشكل اموري وريحي حالتك. والله شكلي بدي اغير رايي انا. يس والله منورنا يا احمد جميل اهلا وسهلا كثير بسطت بشوفتك. اي والله بعدين ليش معذب حالك وجايب الله يسامحك خيرك سابرك ابني ما في داعي كان ماله داعي طول. بعدين ايش بتعمل لي لبسهم خزيت العين حولك انياد اخر موضه ما اخر موضه. الله يخلينا اياك يا عمي. لا والله هذا الشيء من قريبه لسه خدوش بتستاهل اكثر من هيك بكثير. اي والله. ولك انت ايش صار معك كل هاد؟ بنتك وينه؟ كل هاد عم بتظبط حالها؟ ولك ما بعرف على اساس طالعه والله ايش عرفتني ما بتعرف انا بنتك. ما تاخذنا ابني بس بتعرف بنات هاليومين ما بحبوا يقطعوا غير على اخر طرز هلا بتحسها غير دخلت. بسم الله الرحمن الرحيم ولك ايش هالمنظر هاد؟ يا يوم على الله على هالجبال هذا كله ولك على وحدة عبالي ايه؟ علق راسك خدوج اخ يا بنت الكلب اخ يا بنت الكلب هذا عريس كويس قلت لك يعني بسيط انا بفرجيك ايش بدي اعمل معه هاد؟ رح اطفشه تعي تقبريني
تعي 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 بكي مشقيتي تعي تعي روحي تعي تعي شوفي على الريس تعي شوفي ده على الريس هاد على الريس على الموضة ها لا تقولي لي هذا مهندس هذا المهندس اللي بخشت راسي فيه أمي من كتر ما بهندس بلاش يهندس بشكله روح تعي على المنظر هاد هذا منظر بني آدم هاد أمي بتقلعي أنت اللي أنا بقلعه ها يا ميت أهلا وسهلا ابني يا ميت أهلا وسهلا ذمي حالك ذمي حالك يا بنت الصرامي واحكي مثل العالم والخلق بلا ما أقسم بالله العظيم أو أستنورك بالبابول قدامه يخرب بيتك على هالحالة إيش فكرتي لي حالك أنجلينا جولي على وقت قومي طلعي بالمراية على خلقتك ولا خلقتك بتقطع الرزق اطلعي على الريس هاد مثل القمر مثل القمر مثل القمر قلتي لي ماشي بسيطة بدك تخلصي مني أنت شكلك بدك تخلصي مني ماشي أنت خليتيني ألجأ للطريقة اللي ما بحبها أنا صار ايش هالصوت هاد يا بنت ال... قولك شوفي بنتك شوفي بنتك بلا ما عملة انا ها هذا كوشي كرسي تحرك هذا كوشي كرسي تحرك بالغلط انضبي يا بنت الصرامي انضبي بتعرف اذا هذا العريس بتفوش ماني مبرقتك بالبيت ولا لحظة ايه هات لشوف احكي لنا عن حالك شوي احمد انت واحمد كمان ايوه ايوه انا بعرف دول احمدات كل شي حدا اسمه احمد كوم صاحب له 14-15 بنت هات لشوف احكي لي كم بنت بتعرف كم بنت عم تحكي معاه الله يخرب بيت لسانك الطويل بده قصة تلت ارباعه نضبي نضبي الزلمة دي يخرب الحلال نضبي بلا ما قوم اطربشك قدامه ها ما بتعرفي قطة معي جنونة نضبي بارضيك ما تفخذنا ابني بس تعرف بنات هاليومين بحبوا يهرجوا كتير كمل كمل والله يا حجي انا احوالي على قده بس شوي شوي بصير معي لواط بيصير معي الله معي وعندي بيت بس لازم شوية شغل لسا يعني طيب طالما بده شغل ليش جاي تخطب بنات الناس وتبهدلهم معك ليش او لك ايه والله صح ما حقا تحكي صح البنت ليا انتو الجوز اذا ما بتنضبوا قايم عليكم قدامه خلونا نخلص على خير بقوم بطربشكم اتنيناتكم انتو الجوزه كمل ابني كمل لا والله مو اكتر من هيك حكيت لك قصة كلياتها انا بدي اعرف بس ايش متطلباتكم لحد ايش هالصوت يا جماعة فهمونا بس ايش عبصير ولك من هالقراطق جدد هالطعم الكنبايات ابو عبدة ابو عبدة الله يصلحك بتروح هالشركة اللي اشتريتهم منها بتقولنا عطار اصوات كتير يا اخي طول ما لنا بيركين عطار اصوات بركب بدولك يا هون ولك انضبي يا بنت الصرامي يخرب بيتك من حالك حرج ولك خدقتينا بالريحة فطسنا ولك فطسنا بالغرفة يخرب بيتك ايش بدول ما بتدخلي اليوم ايش بك امي ايش بك ما عملت شي ما عملت شي بعدين هو جاي يخطبني خليه يتحملني انا بفرجيك يا حمار انا بفرجيك وارض بدي اكسره وارض اضرب شو اضرب شو اضرب بالبجرس اضرب بالبجرس ليش اضرب شو اضرب يا لطيف يا لطيف ايش في ايش ببنتك حجي ايش به ايش به ما بشي ما بشي على اصله يخرب بيتك لو ايش بتعملي له العريس ايش عملتي له ايش عملت بابا ما عملت شيء ليكني بيتك بارضي ما فتحت امي بحرف عم بتسمع على عريس الغفله قوم انا لبرا قوم انا لبرا بكسر قوم انا لبرا انا لبرا يا ربي دخيلك هي شكلها مجنونه بدها تروحني شكلي انا جيت بوقت غير مناسب بحكي معك ان شاء الله بغير وقت عمي بحكي معك بغير وقت يا ربي دخيلك يخرب بيتك ولك ايش عملتي للعريس احمد يا احمد طول بالك انا احكي معك بس لا لا احمد احمد كرما الله ما تخلوا يطاع ما بحسن بعيش بدونك احمد كرما الله تاع ابقى سكر الباب وراك احمد يخرب بيت برودة اعصابك يسكر الباب انا بفرجيكي ولك احمد طول بالك ابني خليني انا احكي معك ولك العريس طفش يخرب بيتك من حالك عم تحكي كمان انا بفرجيكي هالله يا بنت الصرامي طولي بالك امي طولي بالك امي ليش معصبه هيك والله المالي عرفاني ليش معصبه انا ما عملت له شيء هو راح لحاله هو ما انا قلت له امشي شيء هو لحاله مشي يعني هالله اهم شيء وين هذا الجاتو اللي جابه معه اعطوني وحده بيكون عليها شوكولاته وينه وانا 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 كمان بدي وحده لسه اذا تكون معه كولا بكون احسن لسه ايش بدك قلتي لي ايش بدك قلتي لي بدك قطعه جاتو عليها شوكولاته وانت بدك كولا كمان علي ما علي لاطحن عظامكم اوزع على كلاب الحاره يا ولاد الصرامي او ماي جاد جدي انت ليش جاي اذا ما عم تساعدني احكي لك شي كلمه يخرب بيتك جدي شي لك من هالقصه شفت هالمسلسل بدينك بدينك كويس الا لا والله شي كويس ليش الكذب علينا الصوت اشوف وانت تنباعي بالعزاء انت واهلك حلي مشاكلكم لحالكم انا ما دخلني مسلسلات مسلسلات يا اندال انا بفرجيكم بسيطه بابا انا بدي اياك هيدي انا كرمال صحتك كرمال صحتك مو حلوه عصبيه كرمالك ولي لا
لحقوني. ايه وين بدك تروح مني؟ بدي اقطع بروحك عبالك تعي لهون. قولي 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 ايش بدي اعمل؟ ايش بدي اعمل قولي؟ قولي افتحي الباب. ولك افتحي الباب يا بنت عبالك افتحي الباب يخرب بيتك من حالك. ولك هذا العريس شعره 20 ولك 20 عريس طفشتيني وراح اجيب لك عسل. انت قلت بابا انت قلت العريس العشرين يعني لا لا اول عريس ولا اخر عريس. منعوضها منعوض مره الجاي بابا ان شاء الله. منعوض مره الجاي منعوض مره الجاي لانه نحن بامتحان. ولك انت عم تحكي ما حكي لسه قوم بعد هيك لاشوف انا ها انا بعرف شلون افتح له هالباب هيد. يا 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 ليش انت شفتي شيء لسه ما شفتي شيء طاول لسه ما بلشنا. تعا حجي تعا 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 قولي لا وعدت اسمه كمان صح بتواجب امي انتي يا بنت 60,000 كلب. قولك هذا العريس رقم 20 ايمت ناوي تتجوزي؟ انا هلا جايب لك عريس على مقاسك انا بفرجيكي تعي لهون بقى قولي اكنك نادر